تحت شعار المرأة تجدد روح الثقافة. هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة تنظم مهرجان أدب وفن المرأة بدورته السادسة في الأول والثاني من شهر آذار في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو. شروط المشاركة في المهرجان: يجب ألا يقل عمر المشاركة عن 18 عاما. تقبل النصوص الأدبية باللغات الكردية والعربية والسريانية. المشاركة بإحدى الأجناس الأدبية التالية: القصة والشعر والمقالة الأدبية. تستطيع المشاركة الاشتراك بنص وجنس أدبي واحد فقط. أن يكون العمل مكتوباً ومنضداً على الكمبيوتر على برنامج وورد. يحدد حجم الخط ب 12 وحدة بالنسبة للنصوص الكردية و 14 وحدة بالنسبة للنصوص العربية. يجب ألا تكون النصوص منشورة سابقاً وألا تكون مترجمة من لغة أخرى. ألا تزيد نصوص القصة والمقالة عن 1500 كلمة والشعر عن صفحتين. على المشاركة إرسال المواد مرفقة بنبذة قصيرة عن السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني destayachant@gmail.com حتى تاريخ 24/2/2021. للاستفسار 099-104-6174 0938-704577. أبواب المشاركة مفتوحة أمام جميع الكاتبات من داخل وخارج مناطق شمال وشرق سوريا. يتضمن المهرجان مسابقة للأعمال اليدوية والفن التشكيلي.